تحتفل مصر في 16 من نوفمبر من كل عام بذكرى افتتاح قناة السويس. وشهدت قناة السويس العديد من الأحداث، حيث أغلقت فترة العدوان الثلاثي على مصر وتلها حرب يونيو 67 حتى إعادة افتتاحها للملاحة في 5 يونيو عام 1975. بعد 10 أعوام من العمل والجهد والكفاح، احتفلت مصر بافتتاح قناة السويس في 16 من نوفمبر من عام 1869 في حفل عالمي حضره رؤساء وملوك العالم. حفل أسطوري مهيب تكبدت الحكومة المصرية آنذاك على إثره مبالغ مالية كبيرة كانت نتيجتها قيام إنجلترا بشراء الأسهم المصرية في القناة، وبدأت معها معركة مصر مع الاحتلال لحماية مصالحها في القناة، واستمرت لعقود حتى أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرار التأميم. رئيس الجمهورية، مبدأ واحد، تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، ومنذ تلك اللحظة شهدت قناة السويس العديد من الأحداث، حيث أغلقت فترة العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وتلاها حرب يونيو عام 1967 حتى أعيد افتتاحها للملاحة في 5 يونيو من عام 1975. الأهمية الاقتصادية للقناة قادت مراحل تطوير إمكانيات المجرى الملاحي على مر العقود الماضية لمواكبة التطورات وتلبية احتياجات السفن الناقلة للتجارة العالمية. ولعل آخر وأهم ملامح مراحل التطوير جاءت في 6 أغسطس من عام 2015 عندما افتتح الرئيس السيسي قناة السويس الجديدة التي حفرت بسواعد وأموال مصرية خالصة. بقول هي خطوة من 1000 خطوة. أنا مش هتكلم على تفاصيل كتيرة خاصة بالقناة بعد اللي اتقال خلال الفترة اللي فاتت، لكن أنا عايز أقول لكم إن كل مصري كان مشارك في المشروع، وحتى غير المصريين من كل دول العالم كانوا حريصين جدا جدا على إنجاز المهمة في التوقيت المحدد. هكذا باتت قناة السويس ملحمة المصريين في العصر الحديث، حفروها بأيديهم وافتدوها بدمائهم حتى أصبحت قناة السويس أيقونة تنافسية في الملاحة والتجارة الدولية وسلاحا استراتيجيا لا يقبل المساس.